Is it safe for me as a Muslim one in a Jewish street? No, it's not safe. No. أول ما تشوف الكاميرا يغطي وشعر فالبص زي ما انت شايفينها كله بتعدي امسك الطاقية يا معلم احسن تطير انا ساكن هون فبعلك ايوة بانك ساكن هنا في حارتهم أيوة. ايه العلاقة ما بينك وما بينهم كويسة ابدا مفيش اي مفيش ولا علاقة. حتى يعني الناس هون بتصبح على بعضها بتجيك بتصبح هم لا صفر so what do you think about what is going in Gaza now are you with or against we are not with Israel government we are against them you against them yes في عاداتهم وتقاليدهم يعني ان المراه المتزوجه بيحلقوا لها شعرها زيرو تماما what is this one this yeah it's I can't explain it. اهلا وسهلا بكم يا جماعه من عاصمه الالماس في العالم مدينة اسمها أنتفيربن في بلجيكا الغريب ان المدينة دي هي اكتر مدينة بتصدر الماس لكن المثير في الموضوع ان المسؤولين او راس كبيرة صحاب الالماس دي اللي موجودة في المدينة دي هم جالية يهودية عشان كده في المدينة دي هنشوف يهود كتير قوي طول ما احنا ماشيين فتعالوا مع بعض اوريكم المدينة دي بتقول ايه وايه الكلام في المدينة دي ونحاول نقابل يهود عايشين في المدينة دي ربما يوافقوا ان احنا نتكلم معاهم هنشوف هيقولوا لنا ايه فربنا يستر عادي جدا تلاقي كتابات عبريه موجوده على الحيطه عادي جدا طول ما انت ماشي بس الكتب بتاعتهم بالعبري كتب بالعبري عندك في برده هو الخخامات بتاعتهم حرفيا حاسس ان انا موجود جوه ماشي جوه معبد معبد يهودي طيب يا جماعه هي بدات تندع شويه بدات تشوف ناس لابسه لبسهم طول ما انت ماشي بص هتشوفهم وهم لابسين لبسهم مثلا يا جماعه لما تيجي تبص هنا هتلاقي مكتوب ده الواين بتاعهم هم بيعتبروه حلال اسمه كشار واين ده اسم الشراب بتاعهم بيعتبروه حلال في معتقداتهم يعني في دينهم طول ما انت ماشي في الشارع دون هتلاقي يهود كتير قوي لابسين اللبس بتاعهم حتى الحريم لو ركزت معاهم هتلاقي شعرهم خصوصا المتجوزين منهم شعرهم مش حقيقي شعر لابسين حاطين باروكه لان هم في عاداتهم وتقاليدهم يعني ان المراه المتزوجه بيحلقوا لها شعرها زيرو تماما وتبقى لابسه باروكه عشان كده تعرف المتزوجه من غير المتزوجه اللي بتبقى حلقه شعرها دي تبقى متزوجه عشان كده دايما هتلاقي في المحلات في باروكه جوه بص لو لاحظتوا هتلاقي اللي هي شعرها مش طبيعي حتى في عاداتهم وتقاليدهم من الحريم نفسهم برضو بيلبسوا الزي بتاعهم ده زيهم محتشم برضو يا اخي الحريم بتوع اليهود لبسهم محتشم حتى لو ليه كبيره في السن برضو كلام بالعبري عادي جدا هتلاقي في الاطفال الصغيره دول برضو بالعبري الكتب والمدارس والحاجات دي كلها بالعبري فاهم زي ما انتم شايفين حتى الالعاب الاطفال بتاعتهم هلو دي طبعا يا جماعه من عاداتهم وتقاليدهم الحاجات دي كل الكلام ده بس we can check the boxes yeah this is a Judaica store yeah you writing from right to left or like this no the other way around like this this book about what this is someone in America who wrote like about thanking God like you writing like this yes writing like this ah okay this way they seem like Arabic yes yes uh-huh. right to left okay left to right. okay thanks man appreciate طيب انا حاسس حالي حرفيا ان انا دخلت القدس او فلسطين ما اعرفش ليه لما بيشوفوا الكاميرا بيستخبوا طيب في واحد اهو جاي يهودي لابس نفس اللبس احاول اساله كام سؤال لربما يجاوب عليا هلو برو يو سبيك انجلش داتش فرنش ذا كويشن
It's the first time for me to came here, so I need to take a lot of information about the street because I saw a lot of diamond and also Jewish people. So what are the famous here? English good. Okay. Thank you, Rashid. أنا بحاول أدخل لهم من مدخل وبعد كده هسألهم كذا سؤال بل أنا عايزه ألا هو مدخل اللي أنا شايف كتير أو محلات دايموند أشايف كتير أو جويش بيبول فعايز أعرف ليه تقريبا كده مفيش حد منهم بيتكلم إنجليزي وده يدل على إن هم منغلقين على نفسهم يعني كلهم متجمعين في مكان واحد وعايشين مع بعضهم حتى المحلات لما تخش المحل بحس إن هو محل يهودي بس مفيش أي في حد أجنبي خالص فاهمين Hepsini görüyorum. Biz de böyle tuhaf bakıyorlar. Evet. Ve böyle çok şüpheciler. Hemen telefon çıkarıyorlar. Sanki birini arıyorlar. Birileri var burada yabancı. Ha. Gerçekten valla. Gerçekten mi? Kimi görsem anında hemen telefon çıkarıyor ve bir yeri arıyorlar. Kim arıyorlar bilmiyorum. Kadınlar bile. Hemen görüyor. Çıkıyor telefonu arıyor. Bir şeyler yapıyor. Eski telefon. مشكلة ان الحي كله يهود فلا قدر الله حد خطفنا واحنا هنا جايين من مدارس يا معلم اطفالهم جايين من مدارس واليهود هنا بيدخلوا مدارسهم بس يعني ما ينفعش يدخلوا مدرسة تانية حتى في مدارس يهود خوي ماخن خوي ماخن I speak English or Dutch or Is the price here or the price for everywhere? 4-5 euro. The price for the chocolate. This one. Euro çok pahalı. حاولت تتكلم بس ما حدش. بس أنت دوجك كيف بكتب يعني. دوجك سنة. حرفياً بيضاء بتقول كان بيبص كأنه عايز يضربك. رعب يا أخي برضو يا أخي يعني لما تبقى في مكان كلهم موجودين فيه حاسس إن أنت ما أعرفش إيه اللي دخلنا بقول لهم ألو صباح الخير فيش أي حد عايز يرد خالص guys do you speak English guys do you speak English no English oh do you speak English no no English دلوقتي يا جماعة كل ما حاول أتكلم مع حد ما حدش بيرد عليا فأنا خمنت الموضوع عشان خاطر بيضاء معايا وبالحجاب فوش يعني باين ان هي مسلمه فانا الحل دلوقتي ان احنا انفصل هقول لها تروح تقعدي في مكان تنتظريني اخلص الفيديو بتاعي وبعد كده نرجع نتقابل لان فعلا صعب جدا مش عارف اصور محدش عايز يرد عليا خالص بيبصوا لي بصات غريبه جدا جدا يعني السلام يا كبير كلام لان حرفيا مش عارف اصور يعني بيبصوا لي بصات غريبه جدا انا طبعا مكان مش امان حاسس ان انا مش امان بس برضو هحاول يعني على الاقل اعمل فيديو لان حابب اسالهم كذا سؤال يعني مثلا هل انا واحد كعربي مسلم موجود في المكان ده امان بالنسبه لي ولا لا لو جايز دو سبيك انجلش نو انجلش دو سبيك انجلش مان يا يا ذا فيرست تايم فور مي ان ذس سيتي ها اي سو ا لوت اوف جويش بيبل يا اتس رايت هير اتس ا جويش ستريت ها جويش ستريت يا ذس ستريت يس Is it safe for me because I am Muslim? I can go. Yeah, of course. No problem at all. Really? Yeah. It's no problem. Okay. Like if you go more that way, there's like a big Muslim community. Here. Yeah. Here, big Muslim community. Here, Jewish. Yeah, this street is mainly Jewish. But it's safe. They are nice people, you know. I can talk with them. Yeah, of course. Okay. طيب يا جماعه اهو طمنا شويه خش نشوف بقى هيعملوا معانا ايه يو ار جويش اولسو نو ام جست فروم بلجيوم جيت اوكي فهو قال لي الشارع ده اكتر شارع فيه يهود حاول بس اسالهم انتوا ليه قافلين على نفسكم زي ما انتم شايفين اطفال حتى الاطفال ليهم زيهم يعني مثلا هتلاقي الطفل هو زيه كده عاوز برضه اقابل حد عربي يكون عايش في المنطقه دي بحيث اساله هل انتوا مندمجين معاهم ولا مش مندمجين ولا ايه؟ حاول اسال السلام عليكم السلام ورحمه الله كلام عربي؟ اتفضل حبيبي عندي سؤال صغير اتفضل حبيبي انا اول مره اجي هنا زياره عمرني فاهلا وسهلا انا شايف هنا في كتير قوي محلات بها دايموند الماس وفي يهود كتير ايه الحوار؟
الحوار اليهود هاي حارته من زمان من اي 200-300 سنة. بالنسبة لسوق الذهب او سوق الالماس هم عندهم تجارة هم بيشتغلوا في المجال ده. اجى من الكونغو لما كان في استعمار بلجيكي في الكونغو كان هناك في معامل مناجم الماس كثير فحولوها لهون على طول وصار هون عاصمة الالماس تقريبا انتورفا. والله بس اغلب اللي شغالين فيه يهود لاحظت كده معرفش صح ولا لا صح؟ اللي ماسكين الاشغال يهود وارمن في شويه عرب قليل هاي هو هنود برضو تقريبا هنود مظبوط طب بالنسبه لاحظت ملاحظتك انا ساكن هون فبعرف ايوه بان ساكن هنا وحضرتهم أيوة. ايه العلاقه ما بينك وما بينهم كويسه ابدا مفيش اي مفيش ولا حتى يعني الناس هون بتصبح على بعضها بتجيك بتصبح هم لا صفر حاولت اكلمهم يعني مفيش في تحت هون تحت بيت الفيل بتاع خضار وفواكه هو الوحيد اللي تقريبا صبح عليه ابو عرفت بقول لي بس انا كانوا فين اليوم احد فاتح هيكون فاتح حاولت اكلم كذا حد ما فيش ما لا ما في امل ما بدك من ولا حتى هم ما بيتكلموا مع بلجيك لو هم يا هم مغلقين على مضطرين لو مو مضطرين ما بيتكلموا ولا بيصاحبوهم ومدارس متفقين على بعض ايوه لهم مدارسهم لوحدهم طبعا يعني ادل لك على كذا مدرسه وكذا معبد والله حبيبي التوفيق محمد مع السلامة طيب هنشوف بتاع الخضار ده هو هيعمل ايه ان شاء الله يرد علينا ما اعرفش هيعرف يرد ولا لا هو ده بتاع الخضار اللي بنتكلم عليه تعالوا نشوف بتاع الخضار هيقول لي ايه هلو speak English just one question about this community so a lot of Jewish people here you wanna ask someone else yeah it would be good عايز اسمع منهم بقى هم ليه ما فيش اي كونتاكت ما بينهم وبين المسلمين هل في مشكله ولا لا هلو هلو هاو ار يو مان جود جود ياه بودي يو وانت تو ميك فيديو يو كان تيك اوت سايد اور سو اباوت ذا كونكشن بتوين يو اند اذر بيبل يو هاف اني كونكشن اور جاست جويش بيبل فور جويش بيبل نو اي هاف اولسو كونكشن ياه نو بروبلم ياه كوز وانا تراي تو توك But no one need to talk with me. Yeah, because the Jewish people don't like to talk to camera or so. Okay. But no problem with you to live with Muslim people or Arab people here? No. I make friends with Arab people with Muslim. He work also Muslim people. Is it okay for me if I, as a Muslim one, can go in this street talking with the Jewish people or not safe? I don't know. You can make it, but then the people, you know, still. Yeah, it's clear. The people scream something. Not. I can enter any school, Jewish school, or. You want to come in? Let's talk with people, know about them. I don't know if it's possible or not. Can give you a number if you want, man. Okay. You can call this man. Maybe he can help you with this. Okay. Thank you. Appreciate, man. Okay. Nice Thanks, man. Appreciate you too. Okay. طيب انا اخدت رقم شخص دايما شغال في مدرسة يهودية عندي فضول على عن المدرسة فهروح دلوقتي اكلمه واشوف هل هيوافق ولا لا ان انا اعمل معاه الفيديو خلينا نكلمه ونسمع هيقول لي ايه تومر روفين يا عم عامل لي فيها مهم يا عم تومر في حاجه لاحظتها عند اليهود هنا الطائفه دي ما اعرفش نظامها ايه ولا اسمها ايه بس التليفونات اللي بيستخدموها قديمه جدا قديمه جدا جدا وصغيره وما فيهاش تكنولوجيا يعني. فهل هل هل الحاجه دي يعني مقصوده ولا ايه فاهم هسال حد كده لو برو يو سبيك انجلش دي سبيك انجلش I have small question. When I'm talking with the Jewish people, I saw you using the small telephone. Yes. Yeah, why? Because we yeah, this we one. Don't want to use internet. You don't like to use internet? Yes. Why? It takes away the focus and everything. It's your like for a mission. It's basically the religion. Okay. But to get, that's in your religion. You don't use internet. It's not a law, but If one use it, it's. No, it's not a... Like a mixed fault or... No, but it's... Normal. To be through Jew, it's... Yeah. Through for God, it's, we not use the internet. Okay. Is it safe for me as a Muslim one in a Jewish street? No, of course not. Not safe? No. Not safe?
What do you mean safe? I mean, is it safe for me as a Muslim? Safe, yeah, of course, sorry. Okay. The opposite. Okay. Yeah, so no problem. Of course, you're safe. You're friendly, it's very good. We are happy to speak to you. Yeah. The last question, what do you think about what is going on in Palestine, in Gaza? Basically, we don't have nothing with Zionism. Just this time, there's Zionism. We think that it's not allowed to have for us our own country. We want to live friendly with everybody. It's not our... I have nothing, I would never in Israel. And I don't want to be there like for Zionism. Really? If I want to go, it's like for the holy religious things and not for Zionism. So you are against the Zionists? Yes. Oh man. I will not fight, I will not do nothing. We don't go in the army. We are opposite, we are against them. So you are, it's not allowed to fight with other nations. That's not, it's not our rights. Everybody have the right to serve their own lands. You have that all the years. It's not our right to really fight. So you are against what is going on in Gaza? There's website. There's the website. Through Torah Jews. Through Torah Jews at .com. Then you can see everything. You know, and also we don't have any problem with Jewish people as a religion, as a Jewish people, or who don't make any terrorist or. So thank you so much. It's a good message for. Thank you. It's very good for us to live together. Yeah. I was studying in a small city in Belgium, Temse. Yeah. I found somebody, a Muslim. Yeah. He stopped me. He asked me. It was very nice for me. He wants to know. Yeah. I told him so. Yeah. He was all very surprised. Yeah. But that's the truth. We don't have nothing. Oh. Somebody shouts for me, Free Palestine. If somebody wants to speak to me, I will tell. Yeah. I hold the same like you. It's not our rights. Yeah. Of course, not the genocide. And I hope it will be peace on the world. Yeah. What subject you study? The Torah, Talmudical. You are studying the Torah? Yes. In Jewish university or the normal? In the yeshivas, yes. Jewish school. Synagogues, yes. Okay. Thank you, man. I appreciate it. Thank you, and really thank you for this information. Thank you. Thank you. Bye bye. Oh my goodness. Ya ilahi. Sadamani. أنا عمري ما احتكيت بحد يهودي فأسمع إن في يهود ضد الصهيونية بس عمري ما احتكيت بحد منهم. أنا استغربت. كنت متوقع حاجه تانية جدا لان من ساعه ما جيتها زي ما انتم شايفين بحاول اكلم اي حد محدش عايز يرد عليا فقلت خلاص ده كارهين واضح ان الناس اليهود اللي هنا كارهين المسلمين او العرب بشكل عام او اجنبي هيا نكون بس لا لقيت ان الوضع مختلف خالص مش عارف انا لما حضنت دي حاجه حلوه ولا وحشه بس كنت فرحان ان في حد يهودي ضد الصهاينه بجد يعني فما اعرفش جت مني تلقائيا كده ما اعرفش بقى المهم بس اتوقع عادي صح بني ادم في الاول وفي الاخر ومسالم يعني اتوقع ما فيش اي حاجه هتلاقوا في عشان دول اطفال مثلا رايحين المدرسه بتاعتهم هل قلتوا في سكول هير جويش سكول رايت يس يو جاست انتر ذا جويش سكول نو نوت ا نورمال وان يا واي بيكوز ذا فور ريليجن از باد باد ذس اي كان ستادي اون تو لايك تو بي مور فري يا اوكي so what do you think about what is going in Gaza now? Are you with or against? We are against the Israel government. We are not allowed to have our own government. Why? It's not in the religion. That's why you are living here in Belgium, not in Palestine. Yeah. So you are against what's good in Palestine? Yeah. You don't have the right to go to Palestine. We can go. We don't go. It's better to be safe. Yeah. Okay. Thank you. Can I use your bicycle? No, neither. What about you? Why? اللي انا فهمته بقى لان انا برضو لسه ما اعرفش ايه الطائفه اللي موجوده هنا لكن اللي انا فهمته ان الطائفه دي متدينه جدا لدرجه ان هي ضد حاجه اسمها حكومه وشايفين الحكومه دي لا تمثلهم وضد ان هم يسرقوا ارض حد انا بس عايز اعرف الطائفه دي اسمها ايه ايا يكن يعني احاول اسال حد يكون عنده معلومه ولكن اعتقد الامر سيكون صعب هنا الناس لطيفه شويه احسن من جوه من الحاره اللي جوه شوف الفخام ده ممكن نساله جايز يتكلموا معاه الو
Do you speak English? Yes. I need to know something. I saw a lot of Jewish people here. Yes. What is the name of this the religion group? It's Machzik Hadas, the name. Ah, Machzik Hadas. Yes. We are against what is going in Palestine now, right? No, we are not Palestinian. We are not what Israel government. We are against them. You are against them? Yes. Oh, that's a good thing. Because we have about 50,000 people in New York that are against. Because they are not religious, they do not like Irish religious. They are not religion, they just killed people, yeah. Yes, we are not Israel. Yeah. Yeah, I thank you. Okay. هو قال الاسم الطائفة بس اسمها صعب شوية. ولكن زي ما قال كده ده اللي أنا فهمته. هما جروب كبير جدا ومش عارف كام واحد في امريكا. احنا ضد اللي بيحصل في في في, في فلسطين لان اليهود اللي هناك لا يمثلوهم مش متدينين وكده كده. انا فهمت هما مين دول. حلو حلو لطف. وده باين منهم اصلا عايشين هنا وكده ما راحوش يعني ما راحوش فلسطين. طول ما انت ماشي هنا في المدينه دي شايف محلات زي كده. كميه الالماس اللي موجوده في المحل رهيبه. عايز ادخل اسالهم انتوا بتجيبوها منين بجد. طيب انا حاولت اسالها على كم سؤال وبتاع فقالت لي للاسف احنا بنيجي بمواعيد يعني بنفتح بمواعيد يعني لازم تكون واخد ميعاد عشان خاطر نفتح لك. قلت لها حتى لو اسال كم سؤال قالت لي اه لازم تكون واخد ميعاد. بس كميه المحلات اللي موجوده في الشارع ده رهيبه جدا يا اخي. ليه اليهود دايما بيشتغلوا في الحاجات اللي بتبقى غنيه قوي قوي قوي؟ الذهب يا مستمع بالعربي. حتى المباني لو خدتوا بالكم هتلاقيها مطليه بالذهب يعني فوق كده هتلاقوا فيه ذهب 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 يعني ذهب خالص. ما اعرفش ده معبد ولا كنيسه ولا ايه بس هحاول ادخله واشوف. مش بني ادم اصلا. واضح ان ما حدش دخله خالص قبل كده. بس الميه اصلا يا اللي هنا افتح الباب يا اللي هنا. طيب خلينا نكمل طريقنا. حاجه تانية عايز اعملها برضو اوقف واحد يهودي واساله اقول له انا عايز اكل اكل حلال فهيجاوب عليا ازاي؟ هيقول لي هل هيساعدني ولا لا؟ وهل الحلال بالنسبه له غير الحلال بالنسبه لي؟ فهنعرفه مع بعض. هل اساله على حلال دلوقتي اشوف هيقول لي ايه. سوري دو يو سبيك انجلش؟ وير اي كان فايند حلال فود؟ Halal? Halal food, yeah. Chicken, meat. Ah. Yeah. Chicken meat? Yeah. It's difficult? You've got Lange Kievit Strap there, you've got plenty of restaurants there. The Jewish people, the halal food for you is the same for us? Yes, yes, yes. The same? Yes, what do you want? What as a, for Muslim people, yeah, right. The same halal. It's all slaughtered, it's all okay. Yeah. Yeah, really? When you cut the cow, for example, you say Bismillah and cut it or no? It's all kosher. Oh, the same culture. Yeah. Okay. Okay. Thanks, man. Yeah. Obviously, okay. الحكم ده مش مذاكر. لا. ده واضح إن هو أخذ شهادته بالغش. يا رجل يا طيب يعني الحلال بتاعكم نفس الحلال بتاعنا إزاي؟ إزاي؟ بص المعلم بالعجلة ها. أوه. مسكين زي كتب كده ما عرفش أو مسكين حاجة في إيديهم كلهم ماشيين. What is this? A lot of people saying taking this. What is this? It's I can't explain. Like religion, something religion. Yes, yes. Huh? It's like a book. You read it. No. It's what? Clothes? Yes. Ah, it's clothes. You see in the synagogue. Yeah, we have a big. Who give you like? Yes. Yeah. Can you show me? اوكي. العيال بحسهم خجوله قوي كده. ليه عيال طريه كده؟ واحد تاني جاي ما اعرفش ماسكين ايه في ايديهم بس واضح حاجه مقدسه بالنسبه لهم ولا ايه. برو دي سبيك انجلش يو نو نيدرلاندز وات از ذس ذس وان ذس يا فيلم كلوثس نو بوك يس بوكس اتس ريليجن بوكس يس. بصوا حتى الاطفال بتوعهم عاملين ازاي وماشيين عادي
شعرهم وكل الحال. ومشيتهم سريعة، بحس ان بحس ان بحس ان مشيتهم سريعة شوية يعني. اخدكم في جولة كده معايا في الطريق عشان اوريكم الحي ده عامل ازاي يعني. لو انتوا شايفين هتلاقوا كله يهود ماشيين، فطول ما انت ماشي هتلاقي ليهم حاجاتهم الخاصة في كل حاجة، اكل شرب مكتبة هدوم مدارس كل شيء. بص الطريق ده كله كده يهود، حتى انت بتخش من هنا كده هتلاقي برضو حارة كلها يهود وعايشين يهود. الناحية دي هنا مسلمين كتير او مغاربة يعني بشكل عام، يعني كلهم متجمعين في المنطقة دي كلها كده. الفصل ما بين المسلمين واليهود هو الكوبري ده، هو الكوبري ده فصل ما بينهم. هناك المغاربة والناحية دي كلها يهود، بصوا كلهم بلبسهم كل حاجة. بس اوكي، بس كل الناس بالعجل ولبس وكل حاجة. بس اول ما تشوف الكاميرا يغطي وشها، بصوا زي ما انتم شايفين اهو كله بتعدي. امسك الطريق يا معلم احسن تطير. معلومة اضافية اللي حابب يجي المدينة دي، المدينة دي اسمها انتفيربن. لو حد عايش في هولندا وعايز يجي، انت لو جاي من امستردام ممكن تنزل المحطة دي. المحطة دي في قلب السنترال بتاع انتفيربن. لو انت عايز تروح حارة اليهود هتخرج من هنا كده، اخرج من البوابة دي او البوابة اللي بعدها ايا يكن، كل البوابات دي لما تخرج منها هتشوف الكوبري اللي هو بيفصل ما بين اليهود والمغاربة. بس خلاص انت كده في السليم، هتتكعبل بقى في اليهود طول ما انت ماشي. طب انت لو جيت المدينة دي ممكن تعمل فيها اي نشاطات؟ اه ممكن. اولا تركب البتاع دي عشان تشوف الفيو بتاع المدينة كله. الحاجة التانية، شايفين المصنع ده اسمه شوكليت نيشن، ده مصنع شوكولاتة. بتخش التذكرة بحوالي 15 يورو، تخش تعمل الشوكولاتة اللي انت عايزها، تركيبة انت عايزها. تاخد تذكرة من هنا كده، تاخد تذكرة من هنا وبعدين تخش المصنع او تخش المحل. بس تشتري لو انت عايز تشتري حاجة من المحل، انت وفلوسك او انت وذوقك قصدي. اه معلم. اوبا 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 اوبا، عاملين زي خزنة كده. فرحة الطفل ولا انزل والله. شوكولاتات عبارة عن ذهب. الأسعار اهي، مثلا دي 4.5 يورو، عندكم مثلا دي مليانة 23 يورو. أول ما تخرج من مصنع الشوكولاتة على طول على يمينك الحي الصيني. بص كتابات كلها صينية، الناس كلهم صينيين. في المقابل على طول هو السنتر ماما، هو ده السنتر. ولو بتبحث عن اكل حلال هتلاقي اكل حلال اهو. مدينه برجر وفي قلب السنتر على طول اهو اهو. لو انت حابب تاكل اي حاجه حلال يعني فما تقلقوش، كل حاجه موجوده. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستمتعتم بيه، وحابب اعرف رايكم في الفيديو. ولو في اي تعديت حدودي ولا حاجة في الفيديو ممكن برضو تنبهوني، اتمنى ما يكونش حصل ان شاء الله. وتابعوني يا جماعة على الانستجرام والفيسبوك وعلى اليوتيوب. اللي مش عامل سبسكرايب واتفرج على الفيديو مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، فكرة جديدة في دولة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.